عمرك تخيلت انك تكون بتاكل علبة كشري او طاجن مكرونة وفي النص تكتشف ان في فر؟ ده اللي حصل بالظبط مع بنت كانت بتاكل في سلسلة محلات شهيرة جدا للكشري، ليها 14 فرع في القاهرة والجيزة. لكن الواقعة اللي اصبحت حديث الناس وراها مفاجآت كتيرة. يا ترى ايه اللي حصل؟ وايه حكاية التعويض المالي الكبير للبنت اللي كشفت الموضوع؟ الاغرب ان في سر عجيب وراه، ان ليه الفار كان مشوي. تفاصيل ومفاجآت كتيرة هكشفها لكم في الفيديو ده. انا آية يونس، فخليكم معايا. حالة كبيرة من الجدل اتنشرت على السوشيال ميديا بسبب واقعة الفار اللي لقيته البنت وهي بتاكل علبة كشري. فواقعة غريبة وعجيبة كانت حديث الناس في كل مكان، لاننا كلنا بناكل كشري من المحلات ومعرضين ان يحصل معانا نفس الموقف. بس ايه اللي حصل؟ البداية لما راحت بنت تاكل في محل كشري من سلسلة محلات بتبيع الكشري شهيرة جدا في القاهرة والجيزة وليها اكتر من 14 فرع، وعشان المكان مشهور وليه اسم كبير البنت راحت تاكل هناك مع اصحابها، لكنها طلبت طاجن مكرونة مش كشري، نزل لها في علبة عادي زي ما بيحصل. ولكن وهي بتاكل كانت الصدمة لما اكتشفت ان في فار وسط الاكل. الغريب في الموضوع ان البنت دي ما كانتش بنت عادية، لكنها بلوجر ومشهورة اسمها ندى الشافعي، واللي عندها متابعين كتير جدا، ولما هتنزل صورة او اي حاجة عدد كبير من الناس اللي على السوشيال ميديا هيشوفوها وهيشاركوها. بالفعل قررت انها تحكي التجربة دي مع الناس ونزلت صورتين بتحذر فيهم من محل الكشري الشهير جدا في مصر. الصورتين كانوا لعلبة كشري وجنبهم الفار، وحكت اللي حصل وازاي اكتشفت الفار في واقعة غريبة وعجيبة جدا لما نزلت تشتري من سلسلة المحلات الشهيرة دي. البلوجر ندى الشافعي حذرت كمان من الاكل من الشارع بشكل عام، وقالت ان زي ما المحل ده مش نظيف وبيهدد سلامة وصحة اي حد هياكل منه، في محلات كتير هتبقى زيه، علشان كده لازم نخلي بالنا من محلات كتير زي كده، لان ممكن مش اي حد هياخد باله زي ما هي ما عملت هيكمل اكل، خصوصا ان كمان في اولاد صغيرة بيحبوا ياكلوا الكشري من بره كتير جدا. الصور اللي نزلتها البلوجر ندى الشافعي كانت صدمة لكل الناس اللي، وعشان كده الناس بدأت تتفاعل معاه وتتداولها بصورة كبيرة جدا، لدرجة انها اصبحت حديث الناس والكل بيتكلم عن القصة وازاي تحول الموضوع لكده. الناس بدأت تحذر البلوجر الشهيرة من ان المطعم ممكن يضايقها ومش هيسكت على اللي بتعمله، لكنها هددت المحل انها هتنزل فيديو كمان تحكي فيه تفاصيل اكتر. المفاجأة في الموضوع واللي كشفها بعض الناس على السوشيال ميديا ان السبب ان الفار كان مشوي وظاهر جدا في الصورة، وهي كانت بتاكل طاجن مكرونة وكان في الفرن، وبالتالي الفار الصغير دخل الفرن وهي سخنة. علشان بقى الفار يتفادى السخنية دي دخل في علبة صفيح من اللي بيسوي فيها الطواجن، لكنه كانت شوى علشان كده ظهر بالشكل المش كويس ده. كمان ظهرت اخبار عن ان البلوجر الشهيرة المحل عرض عليها تعويض مالي كبير علشان ما تنزلش الفيديو اللي قالت عليه ولا تحكي اللي حصل، رغم انها قالت كده في الاول، لكن طبعا قصة الصور دي مش هتقدر تمنعها من الانتشار، ولغاية دلوقتي مفيش اي رد من البلوجر الشهيرة على الاخبار دي. في النهاية خلي بالكوا وانتوا بتاكلوا اي حاجة من اي حتة، وبلاش نروح اي محلات مجهولة المصدر او ناكل اكلات ملهاش اي مصدر في المحل ده. وفي الاخر لازم نوعي نفسنا ونوعي اطفالنا قبل ما نيجي نقدم على اي خطوة من الخطوات دي.